في العيد بتكتر المناسبات السعيدة، الأفراح والخطوبة وكمان الزيارات زي ما كنا بنتكلم من شوية، يعني بنبقى عايزين نخرج خروجات حلوة كده، فالبنات طبعا عايزين يبقوا شكلهم حلو وجميل ويعملوا مكياج جميل. احنا بنشوف الحقيقة مكياج دلوقتي كتير جدا مالي السوشيال ميديا، وازاي نعمل مكياج، بس بيبقى مليان حاجات كتيرة قوي، تفاصيل كتيرة قوي. هل ده الصح ان احنا لما نكون خارجين خروجة بسيطة نعمل كده؟ اكيد لا. احنا النهاردة هنقول لكم شوية كده خطوات بسيطة وسهلة، ونعرف ايه الجديد في عالم الموضة الخاصة بالمكياج من خلال ضيفتنا الميك اب ارتست سارة جميل. ازيك يا سارة؟ منورة. ثانك يو، ميرسي. كل سنة وانتي طيبة. الله يخليكي وانتي طيبة، واحنا سعداء بوجودك معانا وفرحانين ان انتي هتقولي لنا حاجات تحلي، هنتكلم عن حاجات حلوة يعني. اكيد. قولي لي، هو المكياج الموضة السنة دي ايه اخبارها بقى؟ بصي، هو الموضة السنة دي رايحة اكتر للحاجات الهادية الطبيعية، الألوان المتوحدة، يعني فكرة ان انا اخرج حاطة في عينيا كذا لون او عاملة ميكس بين ألوان كتير، ده مش اكتر حاجة موضة دلوقتي، خصوصا لما نكون بنتكلم عن ان انا خارجة في العيد او خارجة عادي، او زي ما قلتي رايحة زيارة عائلية. لا، ممكن اروح اكتر للألوان الواحدة، او ابقى بحط مثلا لون واحد، نفس اللون اللي انا حطاه مثلا في البلاشر، ابقى حطاه عاملة بي اي شادو، فعاملة ميكس مدية شكل ورم اكتر كده للوش، فيبان شكلي طبيعي اكتر. بالظبط، يعني فكره انه ابان طبيعيه او سامبل كده بسيطه. بالزبط. هو الاساس في المكياج، مش فكره الابهار او الحاجه اللي هي الواو. ايه ده، كل ما كان طبيعي كل ما كان هيطلع احلى بكتير. حتى مثلا في البيز، او لو هحط كريم اساس او فاونديشن، كل ما كنت بحط لون البشره بتاعتي بالظبط، ما بحطش حاجات افتح قوي، ما ببينش، لا بحط لوني، بحط كميه قليله قوي يا دوب، بس ان انا اوحد لون بشرتي. كل ما كان بالظبط ان انا احط لايرز كتير، دي لا خلاص، ده مش موضه خالص، ما بيطلعش شكله حلو كمان. صحيح. حتى في اللبس او في الليبستيك، في الروج بقى الليب جلوس والحاجات اللي لونها طبيعي، هي الموضه دلوقتي اكتر بكتير من ان انا احط الوان غامقه، او ان انا ادخل الوان كتير، او انه طبعا موضه الليب لاينرز والحاجات دي خلاص بقى لنا سنين مش موجوده معانا يعني. جميل. طيب قول لنا مثلا الاي لاينر، رسمه الاي لاينر، الحواجب، الحاجات دي. اوكي، بصي الحواجب هو الترند دلوقتي اكتر، انه بن يعني اللي هو اللي شايفينه اهو معانا اصلا. اوكي، انه زي ما احنا عملنا هنا كده، ان احنا بنرفع الحواجب بالواكس او بالفرشه بتاعه الحواجب. الموضه دلوقتي اكتر ان احنا بنسرح الحواجب لفوق، بنوقفها اكتر، وممكن استخدم حتى في ناس لو معيش خامات، مش لازم يبقى عندي كل الخامات. في ناس بتستخدم مثلا صابون جليسرين، مشهوره جدا. تمام. الموضوع ده ممكن بفرشه حواجب واستخدمها، احط عليها سيتنج سبراي، ما عنديش سيتنج سبراي، ممكن باي حاجه ارطبها وبفرشه واستخدمها. الموضه كمان انه الهير باي هير، ان انا لو اقدر ان انا ارسم شعرايه اعمل كده. مش كل الناس مش كل الناس يعني. لو صعب عليا انا ومش قادره اعمل كده، في حتى اقلام دلوقتي بتبقى هي موجوده، يعني ان في ثلاثه كده جاهزين، ممكن اي بنت ترسم بيهم بسهوله. ايا كان، المهم ان انا ما اعملش البلوك ده، ان انا اقفل الحواجب من قدام واغمقها. ده بيخلي الشكل مش طبيعي خالص، فبالتالي هيطلع الشكل اوفر مش حلو. كويس. الايلاينر انت سالتيني، لا الايلاينر انا بحب اكتر، او زي ما قلنا احنا هنحط الوان فاتحه، هنميكس الالوان كلها مع بعض. الافضل كتير في الايلاينر ان احنا نعمل حاجه اسمها السمادجد ايلاينر، او الايلاينر المموه. ان انا ممكن لو انا مثلا اي بنت بسيطه مش هعرف ارسم ايلاينر بحرفيه قوي، ممكن باي شادو اسود او اي شادو بني، برسم بفرشه الاي شادو ايلاينر وبعمل له بلندنج او بموهه، بيطلع شكله طبيعي وظريف جدا. كويس. انا قادره بعد كده واوكي متمكنه ان انا ارسم فيه ايلاينر بالفرشه، اوكي مش قادره هيطلع شكله طبيعي وحلو جدا وموضه جدا. السمادجد ايلاينر موضه جدا. كويس. طيب احنا يعني هنشوف الفيديو واحنا بنتكلم، عشان برضو الناس تاخد شويه زي ما بيقولوا حركات او تريكات كده يعني من الحاجات دي. بس قولي لي برضو، يعني فكره احنا ساعات بنشوف، انت اكيد بتشوفي يعني السوشيال ميديا مليانه بطرق لوضع المكياج، فبنشوف بنلاقي بيستخدموا حاجات كتيره جدا، كم فرش رهيب، كم ماتيريال مش طبيعي، يعني في بنات كتيره ما تقدرش تشتري كل الحاجات دي. صح. فقولي لنا ايه الاساسيات اللي المفروض تكون موجوده عند كل بنوته، وبيها تقدر ان هي تحلي نفسها وخلاص، مش 600 الف حاجه لازم تشتريها. مش محتاجين خالص ان احنا يبقى عندنا كل الحاجات دي، يعني مش محتاجه ان انا يبقى عندي كل الفرش.
في حاجات ممكن استخدمها بابسط الخامات، في حاجات ممكن اوزعها بايدي استخدمها بايدي. على فكره حتى في ناس كتير معروفين ميك اب ارتست وكده بيستخدموا البلاندنج ايديهم وبتبقى افشنت جدا وتمام وبتبقى كويسه. فمش شرط ان انا يكون عندي كل الخامات. انا اهم حاجه المفروض ان انا اعملها انه اول حاجه اجهز بشرتي للميك اب كويس قوي، هو ده اللي هيخلي اي حاجه بسيطه هحطها بعد كده يطلع شكلها تمام. اجهز بشرتي بمعنى انا بعمل اربع خطوات، انه انا بنظف بغذي برطب بحمي. دايما حتى الدكتور بتاعتي تقول لي كده، بنظف بشرتي اول لما بصحى من النوم او لو حتى ميك اب ايا كان بقى بغسول باي صابون جليسرين او اي نوع انا بحبه، اي حاجه بسيطه مش لازم حاجه معقده. وبعد كده بحط مثلا تونر، ما فيش تونر بحط ميه ورد، ابسط حاجه موجوده. فكده بنظف بشرتي بغذيها. لو بحط بقى مثلا هحط سيرم هحط اي حاجه، حتى في ناس ساعات بتستخدم كبسولات فيتامين اي وبتفضيها. مش لازم حاجه برضو انه ابقى مش عارفه اجيبها او كده. وبعد كده برطبها اساسي، حتى البشره الدهنيه لازم بتترطب. ليها انواع مرطبات معينه بس في الاخر اي نوع بشره لازم يترطب. ولازم ابقى عارفه نوع بشرتي عشان خاطر استخدم الحاجه المناسبه طبعا. وطبعا احنا عايزين بس نشوف الفيديو وتشرحي لنا كمان على الفيديو واحنا بنتفرج عشان نبقى اخذنا منه فايده يعني. اوكي، فقولي لنا بقى الكونتور يعني. احنا هنا بنعمل كونتور، وطبعا دي من الحاجات اللي شويه بروفيشنال، مش اي بنت مضطره تعملها، ولو هعملها مش مضطره اعملها بـ 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 بمواد بكريم كونتور. في حاجات بتبقى حاده قوي كمان، ممكن بباودر عادي يعني. ممكن اعمل نفس الستبس دي بالباودر مره واحده. هنا انا بعمل بالكريم كونتور والكريم بلاش وبعد كده ارجع اثبت بالباودر. أوكي. طبعا ده عشان سواري. اي بنت مش مضطره اعمل كده. ممكن اصلا في بلاشر الوانه على برونزاج شويه والوان تانية على الاحمرات او كده، فممكن اميكس بين اللونين او استخدم البرونزاج في الخط ده الاول وبعدين ارجع استخدم البينك او الاورنج. هل ده المفروض كل واحده تعمله، ولا اللي عندها حاجه عايزه تبرزها او عايزه تخفيها بس في وشها؟ يعني هل كل الناس المفروض تعمل الكونتور؟ لا طبعا مش كل الناس المفروض تعمل الكونتور. انا بعمل كونتور عشان ابرز حاجات معينه. عشان ما عنديش خدود فهحاول ابين ان انا عندي خدود. هحاول ابين العظمه دي. لو واحده عندها خدود ما ينفعش تعمل كده، بقى هتبقى اوفر قوي. هبقى عايزه اصغر يعني هعمل بقى. ما هو الكونتور اشكاله تختلف. لو انا عندي خدود ممكن اتجاه الكونتور والرسمه تبقى ان انا بصغر. لو انا ما عنديش اتجاه الرسمه بيختلف ان انا ببين ان انا عندي خدود. مش مضطره ان انا اعمل كده. ولو انا وشي طبيعي هحط بلاش عادي ومش مضطره ان انا اعمل كل الخطوات دي. كويس تمام. طيب برضو يعني عشان نبقى برضو ادينا كده يعني اسرار شويه، انت عارفه العينين مش كل الناس عينيها زي بعضها. في عينين صغيره ضيقه واسعه جحظه، يعني عينين لوزيه يعني. صح. اكيد برضو هنا الرسمه او الطريقه في التعامل مع المكياج العين هنا هيختلف من عين للتانيه. اعرف ازاي انا احدد عيني واعمل ايه؟ طيب اول حاجه انا بشوف شكل العين عامل ازاي. شكل العين هو زي ما قلتي عين لوزيه، فهي تمام بالنسبه لي هيليق عليها اي حاجه. او شكل العين دي نازله زي ما نقول مقوسه، او اللي هي نازله كيرف لتحت شويه، ساعتها هحتاج كل الميك اب اللي انا بعمله اسحب الايلاينر اللي فوق، اسحب الاي شادو اللي فوق، اسحب تمام. كل حاجه تمام. العين ضيقه شويه احط كحل جوه العين لونه بيج او ابيض، ده بيدي وسع كويس قوي للعين. ما احطش الوان غامقه كتير فوق، ده وانا عينيا صغيره ده هيصغر ومع الرموش هيبين انا عيني مقفوله اكتر يعني كمان. يعني سموكي بقى ده خلاص. لو انا عينيا كبيره لكن ضيقه لو انا عينيا ضيقه لا احاول افتح على قد ما اقدر، بالذات في الجفن المتحرك في الجزء ده. واوسع بكحل فاتح من جوه العين واسحب عشان تبان العين شكلها اكبر شويه. حلو. فهو على حسب انا شايفه شكل العين عامل ازاي. الرموش بقى، خلينا نقول الرموش. الرموش بقى لانه في رموش لوحده. يعني بنشوف بنات دلوقتي في عز الظهر ورايحين جامعه وحاطين رموش، والنبي تقول لهم يعني الكلام ده ما ينفعش. هي بجد يعني انا مش مع قوي ان احنا نبقى طول الوقت مركبين رموش، سبيشال الرموش اللي هي بتبقى اللي بنقول عليها الوان باي وان، او اللي بتقعد مثلا بشهر او ثلاث شهور او كده. انا بشوف ان الرموش اوكي يعني، احنا حلو ان احنا نخلي شكلنا احسن وبنبقى مبسوطين وكل حاجه، بس لما يكون عندي مناسبه او كده، او لو انا هعملها وحابه اقعد بيها فتره مفيش مشكله. بس في الاخر هي مضره، هي بتوقع الرموش الطبيعيه. لو مضطره ان انا اعمل كده. اسمعوا اسمعوا يا جماعه، بتوقع الرموش يعني هحلو فتره بس بعد شويه رموشي هتقع يعني لو مضطره اعمل كده عشان طبيعه شغلي مثلا او حاجه او ايا كان، استخدم بقى سيرمز، استخدم حاجات تغذي. بس بصراحه يعني اي دونت ريكومند، مش برجح خالص ان احنا نبقى طول الوقت حاطين رموش، يعني في الاخر هتضر رموشي انا الطبيعيه. اكيد هيجي عليا يوم واشيلها،
فهحتاج رموشي انا بقى في الاخر. اوكي طيب خلينا نرجع تاني للفيديو. قولي لي برده يعني ايه الالوان بقى الخاصه مثلا بالعرايس، يعني لو عروسه بقى هنمشي معاها بنفس النظام برده المكياج البسيط الرايق الهادي ده، ولا ايه الوانها؟ لسه بنحب النيوت كولرز، يمكن بس العرايس بنزود شويه انه عندي مساحه اني احط الوان جليتري اكتر في الجفن المتحرك. طبعا بتفرق العرايس في البيز بتاع الميك اب عشان يفضل ثابت معاها فتره اكتر، بتفرق طبعا في الكونتور وان انا ابرز ملامح الوش اكتر، ان انا ابين شكل العين اكتر، لو في حاجه مضطره مثلا مشكله عندي في البشره او حاجه عايزه اداريها، انما في الاخر ما بعملش الميك اب اللي هو اوفر قوي عشان انا عروسه. بالعكس في عرايس كتير قوي تيجي تقول انا مش عايزه شكلي يتغير، انا عايزه شكلي بالزبط. يفضل زي ما هو. في ناس ساعات يقول لك كده بنشوف العروسه ايه دي احنا ما عرفناهاش دي واحده ثانيه يعني. والبنات ما بقتش حابه كده يعني بتبقى عايزه اللي هو ابص على صوري اليوم ده الاقي انه انا زي ما انا بس احلى، بس بينت الحاجات الحلوه بالظبط. بس هي العروسه بتبقى حلوه من غير حاجه، من غير حاجه اصلا. طيب خلينا نشوف الفيديو الثاني برضو اللي معانا، نشوف هيجيبوا لنا ايه وتشرحي لنا عليه لغايه لما يجهزوه لنا. عايزه اسالك برضو عن فكره الديفو اهو. طيب اهي كويس، يعني هو الديفوهات اهي، يعني لما بيكون في ديفو كده في الوش بنخبيه ازاي بقى او نداريه ازاي للمكياج؟ وده بقى يعني فايده المكياج ان هو يساعدني في حاجه زي دي. بالظبط. طبعا كلنا بنقابل مشاكل في بشرتنا فترات، غصب عننا بيحصل حاجه، رحت عملت سيشن اتعرضت للشمس، فوارد انه ابقى انا طبيعتي مش كده ويحصل انه الاقي في بشرتي يطلع حاجه زي كده. فبقدر ان انا بداري بالميك اب في يعني في تكنيكس كتير دلوقتي. طبعا ده لو بحط فول ميك اب اقدر ان انا بالكاركتر او المصحح ان انا اداري فيه الوان معينه. لو انا عندي دارك سيركلز مثلا حوالين عيني هالات سودا او عندي حوالين بقي غمقان اقدر اداري مثلا بلون غامق شويه، لو هي باينه قوي هضطر احط لون اللي هو بيبقى الاورنج شويه ده، وبعد كده اداري بلون غامق، وبعد كده احط لون بشرتي. تمام. لو انا عندي حبوب لونها احمر قوي او باينه قوي زي ما شفنا هنا في الصوره، بحتاج هنا الكونسيلر اللي هو بيبقى لونه اخضر، بحتاج المصحح الكاركتر. هو ده اللي يداري. بالظبط. بحطه وبعد كده بحط لون غامق وبعد كده برجع احط لون بشرتي. تمام. وطبعا طبعا مش شرط ان يكون الخامات دي كلها موجوده عند كل البنات. احنا كنا بنتكلم في القصه دي ما كملناهاش معلش عشان وقتنا، بس تقولي لنا سريعا يعني يبقى معاها 1 2 3 4 ايه مهمين ومش لازم الباقي؟ يبقى معاها مينلي ليبستيك روج. عايزه اقول لك ان الروج ممكن لو هو لونه لون ناتشرال مثلا على بيتش خوخي زي ما بنقول، ينفع او ينفع يستخدم كمان كروج جو. ينفع يستخدم كروج جو، ينفع تبلند منه وتستخدمه كاي شادو وتحطه فوقيه من الباودر بتاعه البلاشر. ينفع تستخدمه حاجات كتير. فهتحتاج لو انا ما عنديش هالات خلاص مش هحتاج كونسيلر، لو انا عندي هالات هحتاج كونسيلر لون بشرتي. تمام. هحتاج روج ممكن استخدمه روج وروج جو واي شادو. هحتاج اي لاينر، او لو ما عنديش اي لاينر قلم بقى اي قلم او من الاي شادو عادي لون بني او لون اسود ممكن استخدمه كاي لاين. الشاطره بتعمل ايه؟ بتنزل برجلها زي ما بيقول. يا ساره بجد يعني فعلا البنات شاطرين وبيعرفوا ازاي يحلوا نفسهم. البنات فاهمين قوي يعني بجد. في حاجات كتيره بتساعد دلوقتي. انا بشكرك على وجودك معانا، نورتينا وكل سنه وانت طيبه. ان شاء الله نشوفك مره ثانيه. ثانك يو. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. بنشكر طبعا الميك اب ارتست اللي كانت معانا النهارده ساره جميل، قدمت لنا معلومات كتيره اعتقد انه يعني ممكن نستفيد بيها، وفعلا كل بنت هي جواها جمال فتحاول ان هي تبرز هذا الجمال بابسط الامكانيات وببساطه، بلاش يعني نافور قوي في شكلنا عشان ما يبقاش شكلنا مختلف تماما. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل انا وفين معاكم، خليكم معانا. والله لسه بدري، والله لسه بدري يا شهر الصيام. حتى الاطفال كمان بيقولوا لي بيقابلوني كتير ويقولوا لي يا طنط هو رمضان جري بسرعه ليه؟ هو الايام مشيت كده ليه بسرعه؟ قلت لهم والله يا حبيبتي يعني انا مش عارفه ليه احنا نفسنا يعني. قال لي يا ريت يا طنط الشهر كله يبقى رمضان. طفلي عبير يقول ازاي التعبير ده؟ السنه كلها تبقى رمضان. والله لا ازاي طفل 6 7 مشاعر جميله. بصي اصل الواحد فعلا بيحس ان هو اتخطف كده لما يلاقي رمضان والله لسه بدري. أيوه. يلاقي ده خلص يعني هو لسه بادي بيخلص. فربنا يا رب يبلغنا رمضان اعوام واعوام، وكل سنه وانت طيبه يا نوفي. وكل حبايبك حبيبتي طيبين يا رب. طبعا فقراتنا ان شاء الله تكون عجبت حضراتكم، كلها مفيده جدا جدا. انا زي ما بقول كل مره بستفيد بفقرات عبير كلها روعه.
الشكر الخاص لفريق الاعداد زينه وطعم البيوت على الحاجات الجميله اللي جيبوها لنا، لان دايما بنقدمها لحضراتكم واحنا كمان بنستفيد قبلكم. والله فعلا عندك حق، لانه في مجهود كتير يعني مبذول، والديكور كمان بتاعنا جميل جدا، مدي بهجه كده وسعاده. فكل سنه وكل زمايلنا طيبين، وكل سنه وكل حبايبنا وكل قرايبنا وكل اصحابنا وكل مشاهدينا طيبين، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم جميعا باذن الله. اهم الفقرات طبعا بقى على العيد يا جماعه، والجواز واختيار الزوج طبعا، اعتقد دي من الحاجات المهمه قوي قوي. نفكر ألف مره قبل ندخل على النت، نفكر ألف مره قبل ما نختار اي زوج او حتى علاقه من على النت، غير طبعا تكون غير طبيعيه، وبالتالي عشان كمان نتلافى الكثير من المخاطر. عندنا حاجات كتير قوي يا عبيد، احنا اتكلمنا في حاجات كتيره حلوه قوي النهارده، بس اهم حاجه لان ختمنا في الاخر كنا بنقول ازاي نحلي نفسنا، فبالبساطه احلى حاجه ان احنا نبقى بسطاء. هنقابلكم ان شاء الله بقى في العيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. لسه مكملين بكره معاكم اخر يوم في رمضان ان شاء الله، يعني لو هو بكره اخر يوم المتمم. فخلينا نقول كل سنه وحضراتكم طيبين، ونقابلكم مع فريق عمل جديد وزينه بطعم البيوت.